تعز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته لنا مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الحالمه وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين لنستمع الى ردود وايضاحات بشانها تجولنا في تعز يتواصل استكشاف الطبيعه وما تزخر به هذه الارض من متنفسات تمثل نقطه جذب ودهشه للزوار كما سنتوقف واياكم على قصه ابداع في فن الاداء بالموروث الثقافي الشعبي في هذه المحافظة فأهلا بكم تشاهدون في هذه الحلقة إجراءات احترازية في تعز للوقاية من فيروس كورونا والسؤال عن مدى جاهزية المستشفيات لمواجهة أي طارئ الطريق إلى صبر متعة الارتقاء من تعز المدينة إلى حيث العيش في كنف السحاب ريناس الخزرجي موهوبة صغيرة في الملالاة وحضورها القوي في قدرتها على الأداء ومواجهة الجمهور مرحبا بكم من جديد نستهل حلقتنا كالعادة برصد موجز وسريع لأهم الفعاليات والمناشط التي شهدتها تعز خلال أسبوع اختتمت بتعز فعاليات بطولة الشطرنج للفتيات والتي شاركت فيها أكثر من 70 لاعبة شطرنج وجاءت تحت شعار الرياضة محبة وسلام وتهدف البطولة التي أقامتها منظمة طور مجتمعك بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة والاتحاد اليمني العام للشطرنج بتعز إلى تعزيز التواصل بين الشباب من خلال الرياضة مشاهدينا أعلنت السلطات المحلية والصحية بتعز عن سلسلة من الإجراءات الوقائية في إطار الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء في عدد من دول الجوار مع اليمن ورغم تلك الإجراءات المعلنة فإن الكثير يتساءل عن جدوى هذه الإجراءات في ظل تدهور القطاع الصحي وانعدام الإمكانات اللازمة في مشافي المدينة لمواجهة هذا الوباء الذي بات يتخوف منه الكثير منتزه التعاون بتعز وقد بدا خاليا من الزوار ومرتادي النادي الرياضي الذين اعتادوا قضاء بعض أوقاتهم في هذا المتنفس الوحيد داخل المدينة المحاصرة لم يكن إغلاق المنتزه بتعز استثناء فالخطوة هذه جاءت في أعقاب إقرار السلطة المحلية بالمحافظة حزمة إجراءات تتضمن تعليق العمليات التعليمية ونقل بعض الأسواق من داخل المدينة وإغلاق مقاهي الإنترنت وهي الإجراءات التي قوبلت بارتياح الشارع باعتبارها من الخطوات الضرورية في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كخطوات أولية تعتبر إجراءات طيبة ويعني نحتاج إلى مزيد من يعني التوعية يعني عمل برامج فيما يخص هذا الإطار أو في هذا الجانب حتى يتعلم المواطنين ويتعلم الناس مواجهة أضرار هذا الفيروس هذه الإجراءات تزامنت وحملات يقوم بها مكتب الصحة وذلك عبر تسيير سيارات للتوعية في شوارع المدينة إضافة إلى نشر فرق صحية وتوزيعها على الأحياء بغرض رفع مستوى الوعي المجتمعي في كيفية الوقاية من مخاطر هذا الفيروس والتركيز على التعليمات بشأن ضرورة اجتناب أماكن التجمعات والبقاء في المنازل في حال الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بهذا الوباء في البلاد لا قدر الله أهم ركز عليه توعية الناس ونعرفهم كيفية الوقاية من المرض وتجنبه بالوسائل المعلومة والمعروفة وأهم شيء الملامسة وأهم شيء هو غسل اليدين والنظافة وتجنب ملامسة الأشخاص المصابين أو المشتبه في بهم
نحن الآن في مرحلة تعريف الناس، ونقوم من خلال البروشورات التي نقوم من خلال البروشورات، من خلال أيضا التوعية التي تقوم بها متطوعات صحة المجتمع والعاملين الصحيين المجتمعيين المنتشرين في كل مديريات وأحياء المدينة، وهؤلاء أيضا يقوموا بدور في من خلال توعية الناس وتعريفهم بطرق الوقاية من هذا الوباء، تحسبا ل يعني انتشار أي حالة. غرفة الطوارئ بالمحافظة وقد أقرت إنشاء محجرين طبيين في المدخل الجنوبي لمدينة تعز، كثفت في الفترة الأخيرة من اجتماعاتها لمتابعة الوضع انكثب، غير أن مخاوف لدى الكثير بشأن قدرات القطاع الصحي ووضع مشافي المدينة التي تفتقر لأدنى مقومات العمل الطبي، سيما وأن شكاوى مستشفيات من عدم وجود ميزانية تشغيلية متواصلة، الأمر الذي قد يجعل من حديث السلطة المحلية ولجنة الطوارئ بتعز عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مجرد حديث للاستهلاك المحلي والإعلامي لا أكثر. وللوقوف على استعدادات السلطات الصحية والمحلية بتعز مواجهة فيروس كورونا، نستضيف معنا الدكتورة إيلان عبد الحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية. أهلا بك دكتورة معنا. أهلا بك. ما مدى جاهزية السلطات المحلية والصحية بتعز لمواجهة فيروس كورونا، وما الذي تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن؟ طبعا كما يعلم الجميع فيروس كورونا هو الآن وباء عالمي كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وجميع التجارب التي في أغلب دول العالم التي أصيبت بالوباء، التجارب من اتخاذ الأمور الاحترازية لقطع سلسلة العدوى صارت هي النهج المتبع في أي دولة أخرى، حتى الدول التي لم يظهر فيها الوباء مثل اليمن إلى الآن لم تسجل أي حالة في وباء الكورونا، ولكن يجب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والخطوات الوقائية لمنع سلسلة العدوى، لأن هذا الوباء كما يعرف الجميع لا يوجد له علاج أو لقاح، ولكن يتم القضاء عليه بقطع سلسلة العدوى. بالنسبة للإجراءات، الإجراءات تتم مركزيا، الإجراءات الأولية تتم مركزيا على مستوى الوطن بشكل عام، وقد لاحظ الجميع إعلان دولة رئيس الوزراء للإجراءات الاحترازية من إغلاق المنافذ الذي بدأ ساري المفعول من يوم الثلاثاء، إغلاق المنافذ وأيضا فحص الوافدين والحجر المشتبه بهم، وهذه الأمور كلها كانت تتم في مدينة عدن. طبعا بالنسبة لمحافظة تعز هي جزء من كل، والإجراءات التي تمت في محافظة تعز تتم في جميع المحافظات، من تعيين مراكز عزل للحالات الحرجة إذا ما قدر الله أصيب في الوباء. هناك كان حديث عن مراكز الحجر الصحي، أحدهما في مدينة التربة المدخل الجنوبي لتعز والآخر في الضباب، هل هذه المراكز مؤهلة وما هي إمكانياتها؟ المراكز غير مؤهلة، ولكن في الأيام القادمة سيتم تجهيز هذه المراكز عبر وزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية، ولكن حقيقة الآن هناك توجه في جعل جميع مستشفيات تعز والمراكز الموجودة في تعز سواء الخاصة أو الحكومية بإعداد غرف خاصة للعزل والمعالجة وتدريب الكوادر الخاصة في حال إذا ما قدر الله انتشر الوباء، لأنه أكثر الفئات التي ستكون مستهدفة بالوباء هو الفئات الملاصقة للمرضى المصابين وهم الكادر الصحي. لكن ماذا عن إمكانيات؟ تتحدثين عن إجراءات احترازية وما إلى ذلك، لكن ما إمكانيات مستشفيات تعز لمواجهة حالات مصابة بهذا النوع لا قدر الله وجودها في تعز، خصوصا نحن نعرف أن إمكانيات المستشفيات والقطاع الصحي في تعز في حالة انهيار في الوضع الحالي، فما بالك في وضع استثنائي كانتشار مثلا هذا الفيروس في المدينة؟ حقيقة الوضع الصحي في اليمن عموما كأحد الدول الفقيرة في العالم حتى من قبل الحرب هو وضع بنية تحتية متدنية أو متواضعة إلى حد ما، ولكن هذه البنية التحتية بسبب الحرب انهارت تماما، فهناك جهود كانت كبيرة جدا من قبل
الحكومة ومن قبل المنظمات الداعمة ومن قبل المانحين لإعادة الحياة إلى هذه البنية التحتية وإعادة إنعاش العمل في المستشفيات والمراكز الصحية. كما نعلم في سنة 2015 في بداية الحرب فرغت تماما هذه المراكز والمستشفيات من الكوادر الصحية ومن الأجهزة بسبب الحرب والحصار. تم إعادة الحياة إليها، لكن حقيقة هي كوباء عالمي اليمن بشكل عام كدولة غير مستعدة لمواجهة أعداد كبيرة من الحالات التي قد تدخل في مرحلة حرجة. لكن نحن نعمل على قطع سلسلة العدوى، نعمل على يعني سيكون الاتجاه هو في قطع سلسلة العدوى وهو الأمر المهم، ومحاصرة الوباء إذا ظهر في أي بؤرة من حيث عملية العزل وعملية الحجر، أيضا التوعية الكاملة للمواطنين. الوباء لم يعد غامض. هل بدأت عملية التوعية؟ نعم هناك بدأت عملية التوعية، وستتم في الأيام القادمة عملية للتوعية، عملية لتوزيع الأسواق، عمليات لعمل تجربة أولية بافتراض أن الوباء صار موجودا. نحن نعتمد كبلد فقير في قطع سلسلة العدوى، أما إذا لا قدر الله وانتشر الوباء فإن إمكانيات محافظة تعز، إمكانيات اليمن بشكل عام إمكانيات ضئيلة أو إمكانيات متواضعة، لإذا كانت إيطاليا كدولة عظمى تعلن أن الوباء خرج عن السيطرة. السلطات غير مستعدة لاستيعاب هذا الكم الهائل. من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها إغلاق منتزه التعاون وتعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم وإقرار إلغاء أو نقل الأسواق. هل تتبع هذه الخطوة إجراءات تنفيذية لتطبيق القرارات، خصوصا بما يتعلق بأسواق القاتل التي تعد من الأماكن الأكثر ازدحاما يعني في تعز؟ نحن في تعز نتعامل بافتراض أن الوباء موجود، وهذه خطوة متقدمة لتوعية الناس بشكل عام، لكن إلى الآن لم تسجل أي حالة وباء، وإن شاء الله لا يصل هذا الوباء إلى اليمن. نحن دولة تعاني الكثير، نعاني منذ 6 إلى الآن 5 سنوات من الحرب والمعاناة، فهذا الأمر سيزيد المعاناة أكثر وسيزيد عدد الوفيات. هل هذه الإجراءات ما أعني، هل هي سارية المفعول حاليا أم أنها فقط كقرارات شكلية؟ هناك قرار باتخاذ هذه الإجراءات بشكل عملي في أرض الواقع، تحتاج إلى نوع من الشدة ووجود قوة الدولة في تطبيق القرارات التي خرج بها المجلس التنفيذي في المحافظة. المختبرات عملها يكون وحضورها أقوى وأهم مع انتشار أي وبائيات. ما هي قدرات مراكز الفحص في تعز، وهل هي مؤهلة لاستقبال حالات مصابة لا قدر الله يعني بهذا الفيروس؟ طبعا الفحص المخبري بالنسبة لوباء الفحص بشكل عام بالنسبة لوباء كورونا، هناك الفحص المخبري التأكيدي لإثبات الحالات، ويكفي إعلان حالة واحدة في محافظة تعز أو في أي محافظة لإعلان حالة الوباء بشكل عام. لكن الفحص الذي يعمل في نقاط العبور هو فحص درجة الحرارة وفحص علامات المرض لدى المشتبه بهم وعازل وحجر هؤلاء المرضى. نعم، نقطة أخيرة نختم بها، هناك الوقاية من هذا الفيروس تحتاج إلى مواد كالكمامات والمواد المعقمة، هل هذه المواد متوفرة خصوصا مع شكاوى مواطنين من احتكار الصيدليات لهذه المواد وبيعها بأسعار خيالية؟ ما دوركم أنتم كسلطات صحية لتوفير هذه المواد المعقمة؟ الآن السلطة المحلية وأيضاً عن طريق وأيضاً وزارة الصحة لتوفير هذه الأشياء بشكل يسير بيد المواطنين، وكخطوة أولى سيتم توفير هذه المعدات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن. الدكتورة إيلان عبد الحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، شكراً جزيلاً لك. مرحبا بكم من جديد. يكتسب جبل صبر أهميته من كونه أكبر المرتفعات بتعز والتي تطل على المدينة من الناحية الجنوبية، ويعتبر الطريق الإسفلتي الرابط بين مدينة تعز وصبر الموادم أحد أهم المشاريع الخدمية التي أنجزت خلال السنوات الماضية، واستفاد منها السكان والزوار لسهولة وتيسير الوصول إلى قرى الجبل والاستمتاع بالمواقع السياحية الجذابة فيه. نتابع.
من حي المجلية الواقع جنوب شرق مدينة تعز كانت البداية، والبداية هنا مع رحلة بغيتنا فيها الارتقاء في سماء تعز والوصول فيها حيث أقصى مدى عند منتهى جبل صبر الذي يجاوز ارتفاع أعلى قممه 3000 متر عن سطح البحر. وقت تصاعدنا الجبل كنا كمن يسير على إفعوانية في إحدى الملاهي، فيأخذنا المسار تارة مع عقارب الساعة وتبدو قلعة القاهرة في الاتجاه الذي يقابلنا، فتحدثنا هي عن التاريخ ونتأمل نحن في إبداع هندستها وكيف كان الأجداد يتقنون البناء ويتفننون في المعمار. وحين يستدير بنا المسار في اتجاه معاكس، وتحديدا عندما تأخذ مركبتنا منعطفا تاليا في ذات الطريق، يكون قد استغوانا المسار وتركنا القلعة التاريخية خلف ظهورنا مستشرفين الجديد مع هذه الرحلة التي تأخذنا نحو المغامرة والاستكشاف بين زوايا وحنايا جبل صبر. جبل صبر منذ القدم يعني مشهور بخصبة أراضيه وكثرة عيون الماء الذي شحت الآن، فهو يعني كان تغنى للشعراء مثل الفضول، مثل محسن بن شداد الشميري، مثل أحمد محمد برداد الشيخ الشاعر الشعبي الصبري الذي قال عن صبر: قم بنا الصبح يا درية الثغر الأشنب، نرتحل من تهامة نحو غربي صبر، يسقي صبر فالق الحب من جفون الغمامة. ما هي إلا دقائق من الزمان ويقع بصرنا على أولى قرى صبر التي تأوي إلى ركن هذا الجبل المكين، وحينها يترأى لنا بيوت متجاورات تتماثل من حيث النمط المعماري، ويخيل لنا أنها تطرز صدر هذا الجبل. طريق جبل صبر، والذي على ما يبدو قد شق وفق مواصفات هندسية عالية، يحاط بجدر ساندة ومصدات على الأطراف الخارجية للطريق، يجد سائق المركبات منفعتها ويركنون سياراتهم في التوازي معها، وعندئذ يلتقطون أنفاسا منعشة وهواء عليلا، كما وتكون لهم الفرجة من علي، حيث تمكنهم هذه الزاوية النظر لمسافة بعيدة وواسعة لمدينة تعز بكل أحيائها ومناطقها، شرقها وغربها، شمالها والجنوب، فتبدو تعز بمبانيها المزدحمة وعمرانها الحي. صبر المتنفس الوحيد لمدينة تعز، بجو الجميل، بمكانه الرائع المطلع على مدينة تعز الحاضر لها. طلعنا هنا قبل صبر نتنزهنا والأولاد، حيث أنه المتنفس الوحيد لمدينة تعز، نأخذ راحتنا والجهال يأخذوا راحتهم يلعبوا. الدافع طلوعنا إلى جبل صبر للتنزه، للخروج من الكظم الموجودة داخل المدينة ومن الحصار مدينة تعز. أصبح صبر الملجأ الوحيد للتنفس لأخذ الهواء النقي. ما إن يرتقي النظر في الأعلى وقد اكتفينا من التأمل في المدينة الجميلة، إلا ويكون أكبر منتزه ليس في صبر وحسب، إنما وفي تعز على وجه العموم. يستشرف المدينة وقد عد بمثابة استراحة للمصطافين من أبناء تعز والمحافظات الأخرى لقضاء أمتع وأجمل الأوقات، غير أنه توقف عن العمل بعد تضرره إثر الحرب على تعز. هو المتنفس الواحد يعتبر أن المدينة، يعني إذا طلعت بعد الظهر تشوف يعني أكثر العوائل أكثر الأسر يعني متنزه طبيعي. نواصل المشوار صعودا، وكنا قبل ذلك قد مررنا بقرى الخسف في دار النصر ومن ثم الكريفة حتى قرية الشعب التي يتوارى فيها ذيق الجبل،
ويتسع فيها الأفق للنظر، أو مساحة الأرض التي تضم تجمعاً عمرانياً كبيراً بما فيه مدرسة للتعليم الأساسي الثانوي، قيل لنا إنها مدرسة النور. التوجه من على الطريق الإسفلتي الوحيد نحو أعلى قمة في الجبل يكشف لك من جماليات السير على طرق الجبال الكثير، إذ أن قرى صبر في الغالب تكون محو الضباب والغمام، وهما اللذان لا يكادا يبارح المكان، ليضيف لأجواء قرى صبر العالية إحساساً غير عادي يشعرك أنك تعيش في كنف السحاب. تعتبر الملالاة من الموروث الثقافي الشعبي بتعز، ويتطلب هذا النوع من الفنون قدرات لتأديته وفق مقامات صوتية متعددة. في الفقرة التالية سنتعرف على أصغر مؤدية للملالاة يحضر صوتها في كثير من الفعاليات والمناسبات بتعز. ربما كانت على الموعد حين أقبلت تغض الخطى وهي ترتدي لباساً تقليدياً يبدو أنه لا يفارقها عند مشاركاتها في إحياء الفعاليات من حفلات ومناسبات متنوعة. ريناس قائد الخزرجي، أصغر مؤدية للملالاة في تعز، موهبتها سبقت عمرها بكثير، وهو ما منحها قدرة على التغني من التراث التعزي الأصيل. تعز تعز يا زهرة المدائن، ألا يا زهرة المدائن، فيك الحلا خيام غبا جوي ساكن. أنا صف ثاني ودرس في زاد الموشيكي، وأنا أدرس هذا تحفيظ وقدني حافظ جزء ونص، ولا وعمري 6 سنين. إن شاء الله كم تسمحين يعني تكوني حافظة المصحف كامل؟ لأن أصلا أشي أحفظ كتاب الله، وإنني أجي حافظ الله عشان ربي يزيد يدي الحسنات. ريناس ابنة 6 أعوام، بدأت موهبتها في حفظ الشعر وهي تملك ذاكرة قوية بحسب الأهل، لذا فقد تمكنت من حفظ قصائد، زد على ذلك أنها كانت تلتقط كل ما يقع على مسامعها لتبدأ ترديد ما تسمعه من فنانين يمنيين يتغنون من التراث. كنت أبدأ ألقي أشعار، وبعدين اكتشفت أنه وأنا أجلس ألاقي حق منى علي، بعدين رجعت أسمع صوتي، وبعدين دحين بقيت حفظ مي الملالات. كان بالإلقاء كانت تجيب أشعار، والحمد لله قد بقربة من جانب الملالات، شفت صوته حلو أصلا ما شاء الله عليه، فبديت أحفظه وأدربه، والحمد لله ما شاء الله على إبداعه. حب تعز واليمن الكبير يجري في عروق الصغيرة مجرى الدم، كما تقول شقيقتها التي تكتب لريماس بعض الكتابات وتقوم بتحفيظها إياها، لذا فقد أنشدت الصغيرة قصيدة تتغنى بتعز، وتمكنت من تأديتها ملالاة، وهي التي تقول في تعز: يا فاتنة وأصل كل محبوب. دائما احب لانها هي بلادي،
انني من تعب يعني منه، وحضرت كثير يعني ما فارقش. لا يقتصر أداء ريناس على الملالات من التراث، فهي تؤدي كذلك وتلالي لما يناسب الحفلات والفعاليات التي تشارك في إحيائها. قالوا لي أن طلعت بحفلة أقلام تم ترفع رؤوسكم. في باحتفالات بعض أحيان يطلبوا مني يقولوا لهم الكلمات على الاحتفالات أو على المؤسسات والمبادرات. الأشعار في كمان صديقاتي ونحن كمان بالبيت ندعمه. محمد هو اللي يجيب لي أشعار والمولالات له، وأختي الثانية تدرب تغريد. الملالة موروث ثقافي لا مادي في تعز، تتميز به هذه المحافظة عن غيرها من محافظات الجمهورية. وبهذا النغم الشجي من ملالات ريناس نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وحتى الملتقى في حلقة جديدة. أترككم في رعاية الله وحفظه. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.